الله اكبر الله اكبر. بعد ما بعد تفخيخ الخزان كفر باسين هم الابطال يقومون بتفجيره وانزله على الارض. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هنا كانت تتمركز قناصات الاسد ومن هنا تم اقتحام كفر باسين. الله اكبر ولله الحمد. وهاي كفر باسين تعود محرره ولله الحمد. الله اكبر. لا وجود للغزان واصبح اثرا بعد عين.